السلام عليكم. طلاب اليوم نكمل المحاضرة السابقة. احنا بالمحاضرة السابقة اخذنا الترانسفورمر البراكتيكال او الايديال اللي هي بدون خسار، اخذناهم بدون لود، نو لود. اليوم راح ناخذ ترانسفورمر اون لود. When the transformer is loaded, the current I2 flows through the secondary winding. The magnitude and phase of I2 is determined by the load. There exists a secondary MMF N2I2 due to which secondary current sets up its own flux phi2. This flux opposes the main flux phi produced in the core due to magnetizing component of no load current. Hence, the MMF N2I2 is called demagnetizing ampere turns. هنا يقصد يعني ترانسفورمر اون لود، يعني هنا راح يكون حمل على الترانسفورمر، يعني السكندري وايندينج الملف الثاني راح تكون اطرافه مربوطه الى لود، يعني مو اوبن. فاذا السكندري وايندينج يكون كلوز مغلق، اذا راح يمر بتيار اللي هو الاي 2 او السكندري كرنت. بما انه يمر تيار بالملف الثاني، ايش راح ينتج عنه؟ راح ينتج فيض ثاني معاكس للفيض الرئيسي اللي هو هذا السكندري فلكس، زين، ويكون معاكس للمين فلكس، زين. هذا اتجاه المين فلكس هسه بالشكل، وهذا هو الاتجاه الثاني اللي هو معاكس للمين فلكس. The flux phi 2 momentarily used reduce the main flux phi due to which the primary induced EMF E1 also reduces. Hence the vector difference V1 ناقصا E1 increased due to which primary draws more current from the supply. This additional current drawn by primary is due to the load, hence called load component of primary current denoted as I2 prime. هنا الفلكس اللي موجود على السكن او نتيجة تيار اللي مر بالسكندري هو معاكس للمين فلكس ذكرنا، فالمحصلة راح يقلل من الفلكس او من الفلكس اللي يكون بين الملفين، فراح يكون نقصان الفلكس بالبرايمري راح شي يؤدي الى نقصان الاي ام اف للملف البرايمري، يعني تنقص الاي 1. زين، الاختلاف بين فولتية المصدر والاي 1، هنا الاي 1 يعني في 1 ناقصا اي 1، الفرق بيناتهم راح يزداد، لان هنا شنو الاي 1 قلت. ليش قلت الاي 1؟ لان الفلكس نقص، وطبعا الاي ام اف تتناسب طردي ويا الفلكس، فبما ان الفلكس قل نتيجة الفلكس اللي بالسكندري، اذا الاي 1 نقصت، فهنا الدفرنس او الفرق بين الفي 1 والاي 1 زاد. زيادة الفرق بين الفولتية السبلاي والاي 1 هنا راح شي يمرر كمية اضافية من تيار بالبرايمري، يعني بالملف هنا راح يمر مركبة إضافية أو تيار جديد مضاف إلى النو لود كرنت. هذا التيار نسميه لود كومبوننت أوف برايمري كرنت ويرمز له I2 برايم. زين، راح يمر هنا هسه بالشكل الثاني الـ I2 برايم، هذا هو الـ I2 برايم، ويكون هذا التيار نتيجة لود على الملف الثاني ومرور تيار بالملف الثانوي، ونتيجة التيار راح شي يولد فلكس. هذا الفلكس يضعف من المين فلكس فيقلل الاي 1، وبالنتيجة راح يمرر تيار اكثر اللي هو الاي 2 برايم. زين، هنا الاي 2 برايم ايضا ينتج عنه جزء من الفلكس اللي هو راح شنو اتجاهه يكون نفس اتجاه المين فلكس. بس هنا عندي الفلكس المين فلكس الفيض الرئيسي، ونضيف وياه الفلكس اللي اجى منين من التيار اللي هو نتيجة اللود. زين، هذا هو الفلكس، مجموع الفلكس للمين فلكس وللبرايمري او المركبة الجديدة للبرايمري مات التيار.
زين، وهذا الفلكس السكندري اللي هو يكون معاكس للمين فلكس. This current I2 prime is in phase with I2. The current I2 sets up its own the flux phi 2 prime which is produced by I2. The MMF ampere turns N1 I2 prime plus the ampere turn N2 I2. Hence the flux, the net flux in the core is again maintained at constant level. هنا ذكرنا الفلكس هو راح الفلكس راح يكون المين فلكس ويا الفلكس الاي 2 برايم، يعني ينتج عنا الفلكس 2 برايم ايضا، هذين نفس الاتجاه معاكس، اثنيناتهم يعاكسن الفلكس للسكندري. راح نسوي بالانس للسكندري والبرايمري. هسه هنا البرايمري ايش راح يمر بيه؟ تيار الاي 2 برايم نضربها في عدد لفات البرايمري، يعني ان 1 في الاي 2 برايم تيار اللي يمر بيها. شو يساوي؟ يساوي عدد لفات الملف الثانوي سكندري اللي هو ان 2 في التيار اللي هو اي 2. فهاي الان 2 اي 2 يساوي لي N1 في I2 برايم. I2 برايم هو الكرنت اللي يمر بالبرايمري بعد اللود. فهنا ال I2 برايم راح يساوي لي نسبة ال N2 إلى ال N1 في secondary current. ال N2 إلى ال N1 هي ال transformation ratio، نسبة التحويل اللي هي ال K في ال I2. فإذا I2 برايم يساوي لي K في الاي 2. When transformer is loaded the primary current I1 has two components. هنا الترانسفورمر اون لود، يعني بعد ما الترانسفورمر صار عليها حمل، اذا التيار راح يصير two component، مركبتين. اول مركبة هي اللي هي النو لود كرنت، اخذناها بالنو لود بالبراكتيكال ترانسفورمر. النو لود كرنت اللي هي تتأخر عن ال V1 بزاوية نو لود، وأيضا هي عبارة عن مركبتين، مركبة المجنتازين كرنت ال IM، والثانية اللي هي كور أو الأكتيف ال IC، احنا سميناها IW الوركينج كرنت. إذا المركبة الأولى اللي هي النو لود كرنت تتأخر عن ال V1 وتتكون من ال IM وال I W أو الـ IC. المركبة الثانية اللي هي the load component الـ I2 prime. الـ I2 prime هي الجزء الثاني من التيار للـ primary، ويكون interface with I2، معاكس للتيار الثاني. زين الـ I2 بالنسبة للفيز الـ I2 يحدد اللود. زين and phase of the of I2 decided by the load، يعني اتجاه التيار الثاني نوع اللود هو اللي يحدده. هنا التيار ال I1، اذا ال I1 يساوي لي النو لود كرنت زائدا ال I2 برايم. هسه اذا اريد نرسم الفيز للترانسفورمر طبعا بوجود اللود، هسه احنا هنا اون لود الترانسفورمر اون لود، هنا شنو اللي جديد نضاف؟ هو السكندري كرنت اللي هو الاي 2. اتجاه الاي 2 او فيز الاي 2 يحدد، قلنا ذكرنا حسب نوع اللود. نوع اللود يكون ثلاثة، اما اول نوع اللي هو الاندكتيف لود، هنا يكون نوع الحمل، يعني نوع الحمل حثي inductive، يكون ال I2 lags E2 by phi 2. The phasor diagram هنا هذا الشكل، حسب هاي الشكل هذا هو الفيزر diagram. احنا ذكرنا بالرسم السابق للبراكتيكال، قلنا ال V1 راح نعتبره هو الرفرنس، هذا هو ياخذ هذا محور ال V1 فولتية البرايمري. زين هذا هو الفلوكس يتأخر عن ال V1 90 درجة، هذا محور ال V1. ال E1 هي انتفيز أو معاكسة لل V1، هذا هو اتجاه ال E1. وال E2 أيضا نفس اتجاه ال E1، تحددها قيمة نسبة ال N2 إلى ال N1، هاي أيضا اتجاه ال E2.
بالنسبة للنو لود كيرنت هذا نفس رسم طبعا البراكتيكال ترانسفورمر، يتأخر عن الفي 1 بزاوية اللي هي النو لود فيز، هذه هي زاوية فاي نوت، هذا هو النو لود كيرنت. هاي نعتبرها ثوابت، الفلاكس والنو لود كيرنت والفي 1 وأيضا اتجاه الاي 1 والاي 2. بقى هنا اللي شنو الانضاف قلنا هو الاي 2 اتجاه تيار الثاني. إذا الحمل إندكتيف حثي، إذا الـ I2 يتأخر عن الـ E2 بزاوية Phi 2، هذا هو الـ E2 يتأخر عنها بـ Phi 2، هذا اتجاه الـ Secondary Current أو الـ I2. زين، الـ I2 برايم معاكسة للـ I2، هذا اتجاه الـ I2 بعكس الاتجاه شينطيني، هذا هو عكس الاتجاه ينطيني الـ I2 برايم، هذا هو الاي 2 برايم. زين الاي 1 التيار بالبرايمري، هذا التيار البرايمري هو شنو؟ جمع اتجاهي للنولود كرنت مجموع ويا من؟ ويا الاي 2 برايم. هذا هو الاي 2 برايم احنا رسمناه، وعندنا النولود كرنت اصلا راسمي، فالمحصله مالتهم هي شنو؟ الاي 1 اللي هو برايمري كرنت. ها شنو هنا نوع الحمل؟ اندكتيف لود. النوع الثاني إذا كان purely resistive، زين load مقاومة، إذا كان مقاومة اتجاه التيار شون in phase with E2 نفس اتجاه ال E2، هم هذا الرسم نفسه ال V1 الflux يتأخر عمودي أو متأخر بتسعين درجة، وهذا اتجاه no load current. زين بقى التيار الثاني هو نفس هذا التيار الثاني، نفس اتجاه الـ E2، نفس اتجاه الـ EMF للـ secondary. زين الـ I2 برايم، أنا أريد الـ I2 برايم حتى أجمعها ويا الـ I نوت حتى تنطيني الـ primary current. الـ I2 برايم هي عكس الـ I2، هذا هو عكس الـ I2، هذا الـ I2 برايم، هذا اتجاه. زين المحصلة إلهم، يعني محصلة الـ I2 برايم ويا الـ no load الـ I نوت شي ينطي؟ الـ I1 primary current، هذا هو الـ I1 اللي هو محصلة تيارين الـ no load والـ I2 prime. يعني احنا ذكرنا الـ primary current أو التيار بالـ primary عبارة عن مجموع مركبتين، يعني اللي هي الـ no load والـ I2 prime. ثالث نوع هو الـ capacitive load، يكون بيه تيار الـ I2 leads E2 by Phi 2، هنا يتقدم عن الـ E2 بالزاوية اللي هي الـ Phi 2. فهنا هذه هي الـ I2 متقدم عن الـ E2 بزاوية Phi 2، عكس اتجاه الـ I2 شينطيني الـ I2 برايم، راح يكون هيج اتجاهه متقدم عن الـ V1، لأن احنا ذكرنا هنا لأن الـ I2 هو أصلا متقدم عن الـ E2. محصلة تنطيني الـ I1 برايم. هاي رسم الفيزر دايجرام للترانسفورمر، والترانسفورمر تكون اون لود، وهنا الانواع ثلاثة حسب نوع اللود يحدد لي اتجاه الاي 2، ثلاث انواع الاندكتيف والريسيستيف والكاباسيتيف. زين هاي النسبة اخذناها قبل شوية اللي هي بالانس الان 1 في الاي 2 برايم، هنا يساوي وهنا ايضا يساوي، بحيث اطلع الكي الراتيو بالنسبة لـ I2 برايم على I2 يساوي لـ I1 على I2 ويساوي لـ N2 على N1 ويساوي لـ K أو الترانسفورميشن ريشيو. Example: A single phase transformer with a ratio of 440 إلى 110 فولت takes a no load current of 5 أمبير at 0.2 power factor lagging. هنا منطيني الترانسفورمر الراتيو إلها يعني الـ V1 إلى الـ V2، دائما هاي النسبة ذكرنا تمثل القيمة اللي بالبداية اللي هي شنية الـ V1 إلى مقسومة أو نسبة إلى الـ V2. takes a no load current، هنا منطيني الـ no load current
منطين اياها ماجنتيود 5 امبير، ومنطين الباور فاكتور اللي هي كوساين فاي نوت، لان هو قال نو لود. اذا هاي تاني الباور فاكتور للنو لود في كوساين فاي نو لود يساوي له 0.2 لاجينج. If the secondary supplies a current of 120 ampere at a power factor 0.8 lagging. هنا شنو secondary loaded؟ يعني الترانسفورمر صار على لود، مربوطة للود. فهنا التيار اللي يمر بالسكندري هو جيد 120 امبير، والباور فاكتور يعني كوساين الفاي 2 جيد هو 0.8 لاجينج. استميت ذا كرنت تيكن باي ذا برايمري. اذا هنا هو يريد البرايمري كرنت، بما ان هنا عندي لود، فاذا البرايمري كرنت ايش راح يساوي لي؟ يساوي مجموع الاتجاهي للنو لود كرنت والاي 2 برايم، مو الاي 2، مو التيار اللي يمر بالملف الثاني، لا، التيار اللي هو نتيجة التيار اللي يمر بالملف الثاني اللي هو الاي 2 برايم. زين، احنا بالبداية شنو عندنا؟ الاي نوت اللي هو 5 امبير، اريد الزاوية للنو لود اللي هي فاي نوت يساوي لي، هنا منطين الباور فاكتور، اذا الكوساين فاي نوت 0.2، اقدر اطلع الباور الزاوية اللي هي شنو؟ كوساين انفيرس ل 0.2. زين، لان احنا نحتاج النو لود كرنت الاي نوت، وايضا نحتاج الاي 2 برايم. زين، الاي 2 برايم اخذناها بال، هي موجودة هنا منا. اذا اريد اطلع الاي 2 برايم شي يساوي لي؟ الكي في الاي 2. زين، هو منطيني الاي 2، منطيني التيار على السكندري. فإذا أريد أطلع الكي أقسم 110، لأن أريد V2 إلى V1، الكي أقسم 110 على 440، فالكي يساوي لي 110 على 440، تطلع لي نسبة التحويل للترانسفورمر. زين، هسه أقدر أطلع الآي 2 برايم كماجنتيود، أضرب الكي في الآي 2، الآي 2 120. زين، الاي نوت هي مذكوره 5، زاويه النو لود هي طلعناها من الكوساين انفيرس، وايضا الزاويه منطيني الكوساين لللود العفو للسكندري هي 0.8، اقدر اطلع الزاويه الثانيه اللي هي كوساين انفيرس 0.8، تطلع لي الزاويه. هنا نطرح، لان هسه هنا هسه هذا الرسم يوضح، طبعا نفس الرسم اللي قلنا الاي 2 لاجينج على الفي 2 او الاي 2 العفو الاي 2، فهنا ها هي اتجاه الاي 2 متاخر عن الاي 2، والزاويه مالته هي 63 و54. زين، هنا الاي 2 برايم معاكس الها، فهي نفس الزاويه، هنا راح اعتبرها نفس الزاويه يتاخر بها عن الفي 1 للآي 2 برايم، راح ناخذها نفس الزاوية. المحصلة مالتها الآي 1 هذا، فهنا راح يعتبر بهذا الحل، بهذه الطريقة يعتبر هنا متوازي الأضلاع، هذا الشكل متوازي الأضلاع. فش ياخذ؟ إذا أريد أطلع الآي 1 تحت الجذر، قانون المتوازي الأضلاع تحت الجذر، مربع الآي 2 اللي هو الضلع الأول زائدا مربع الضلع الثاني اللي هو النو لود. زين، زائدا 2 في اي نوت تو اي 2 برايم في كوساين الزاويه بين الاي 2 برايم والاي نوت، الزاويه بيناتهم. الزاويه بيناتهم شلون نطلعها؟ نطرح من زاويه النو لود، نطرح منها الاي 2 برايم. فبالبدايه ناخذ زاويه النو لود، طبعا طلعناها احنا بالبدايه، ونطرح منها الزاويه للاي 2 برايم، تطلع لي زاوية بيناتهم بين الاي 2 برايم والنو لود كرنت. فهسه هنا الاي 1 يساوي لي مربع قيمة الاي نوت النو لود كرنت زائدا مربع قيمة الاي 2 برايم اللي هي 30 امبير زائدا 2 في النو لود كرنت في الاي 2 برايم 5 في 30 في كوساين زاوية بيناتهم. هاي هنا مباشرة تعطيني الماجنتيود للآي 1.
هنا هاي طريقة. يعني اكو طريقة ثانية لحساب الاي 1 او البرايمري كيرنت. الطريقة الثانية هي نحلل الاي 2 برايم الى مركبتين، اي 2 ساين زاوية واي 2 برايم كوساين زاوية، وايضا احلل الاي نوت الى مركبتين. جمع مركبة الكوساين، يعني هنا أنا أجمع الـ I2 برايم ويا الـ I نوت برايم، طبعا اثنيناتهم كوساين مركبة الكوساين، وأيضا تنطيني ها شنو الـ I1 كوساين الزاوية، ومركبة الـ I نوت أيضا جزء الساين أجمعهم تنطيني شنو مركبة الساين للـ I1. هاي أقدر أطلع منتها الـ power factor وأيضا الزاوية للـ primary. هسه نحلها بالمثال اللي بعد هذا. Example 8. A transformer has a primary winding of 800 turns and a secondary winding of 200 turns. منطي عدد لفات ال primary 800 وال secondary 200. When the load current on the secondary is 80 ampere at 0.8 power factor lagging. هنا منطي تيار للسكندري يعني الـ I2 80 أمبير والباور فاكتور 0.8. The primary current is 25 أمبير at 0.707 power factor lagging. هذا شنو الـ I1 الـ primary current، يعني منطي الـ I2 والـ I1. Determine graphically or otherwise the no load current of the transformer and its phase with respect to the voltage. هنا شريد يريد النو لود كرنت الاي نوت، وايضا يريد الفيز الها، وطبعا احنا هو يقول respect the voltage. احنا اصلا الرسم اللي اخذناه هو احنا نعتبر الفولتية هي الرفرنس، يعني الزاوية ناخذها بالنسبة للفولتية الفي 1. فهنا المطلوب هو شنو النو لود كرنت. زين، النو لود كرنت هو شنو؟ مركبتين، مركبة الاي نوت كوساين الزاوية والآي نوت ساين الزاوية. فإحنا منطيني البرايمري اللي هو 25 والزاوية 0.707 الكوساين، يعني أقدر أطلع الزاوية الأولى، وأيضا منطيني الآي تو. إذا أريد أطلع الآي تو برايم أضرب الآي تو في الكي، فبالبداية نحتاج الكي ترانسفورميشن ريشيو. الكي يساوي لي عدد لفات الملف الثاني اللي هو 200 على 800 تنطيني 1/4. الـ I2 prime ساوي لي K في I2، فإذا 80 في ربع 20 أمبير. هاي شنو الـ I2 prime؟ الزاوية إلها 0.8، ناخذ الكوساين انفيرس الـ 0.8 تنطيني 36.9 ديجري. هاي يا زاوية secondary فيز، هو نفسه زاوية الـ I2 برايم. الـ I1 25 والزاوية إلها هي شنو 0.707، ناخذ لها الكوساين انفيرس تطلع لي الزاوية. زين، هسه احنا الـ I نوت كوساين الزاوية زائدا I نوت كوساين الزاوية زائدا هاي تمثل لي الـ I2 برايم كوساين زاوية الـ I2 برايم، ش تنطيني I1 كوساين الزاوية للـ primary. زين، هاي مركبة اللي هي العمودية تكون. هنا الـ I نوت احنا هنا هو المجهول الـ no load current، فالـ I نوت في كوساين الزاوية هنا نوت الزاوية ش يساوي 25 في كوساين الزاوية اللي هي 0.707 ناقصاً نقللها هذا الطرف 20 في 0.8 تطلع لي 1.675 أمبير. ها شنو الـ I نوت كوساين الزاوية، ها جزء الكوساين. هسه نجي تحليل للساين، جزء الساين اللي هو على الـ X axis. الـ I نوت في ساين الزاوية زائدا الـ I2 برايم شقد 20، هذا هاي تمثل I2 برايم في ساين الزاوية إلها
ساين 36.9، هاي زاوية الآي 2 برايم من آخرنا. شي يساوي لي آي 1 هي 25 في ساين الزاوية 45 للآي 1. فهنا أنا أريد النولود، مركبة النولود، فطلعت الآي نوت ساين الزاوية، جاي أطلع المركبة كاملة، يعني هنا ها قيمة الآي نوت في مضروبة بساين الزاوية، ساوي لـ 25 أعوض قيمتها في ساينها 0.707 ناقصا نطرح منها هذا، تطلع 5675 أمبير. هذه تمثل لي آي نوت في ساين الزاوية، وهذه القيمة تمثل لي الآي نوت في الباور فاكتور يعني كوساين. زين، إذا أريد أطلع التان للزاوية، نقسم قيمة الساين على الكوساين. في الآي نوت ساين أقسم هذا المقدار كله 5675 اللي هي تمثل آي نوت ساين الزاوية النولود تقسيم المركبة للكوساين هذه، وقيمتها هي 1.675. هاي هنا شن نقدر نطلع؟ نطلع تان الزاوية. أريد الزاوية ناخذ لها تان انفيرس، تطلع ها شنية زاوية النولود. زين، من طلعنا زاوية النولود أقدر أعوضها، أجي لمركبة الساين هذه آي نوت ساين الزاوية يساوي لخمسة وستمية وخمسة وسبعين، أجي هنا ساين الزاوية بقت صارت موجودة هي 73.3، فهنا نقدر نطلع قيمة النولود كرنت. ونفس الشيء إذا أريد أعوضها بالكوسان، المهم يعني الزاوية هنا الزاوية نوت بخطأ، فهنا المهم الزاوية صارت معلومة، أقدر أطلع النولود كرنت لأن هذا الجزء عندي معلوم. فطلع عندي قيمة تيار النولود. فهنا هسه هذا الرسم، طبعا هو الرسم نفس الشيء، الاي 2 متاخر عن الاي 2، الزاوية 36.9، هو مطيني الباور فاكتور، احنا طلعنا زاوية من عدها. طلعنا ايضا الاي 2، ضربنا كي في الاي 2، طلعت قيمة الاي 2 برايم. هنا احنا ذكرنا، هسه هنا ذكرنا اي نوت زائدا ساين الزاوية في العفو اي نوت في ساين الزاوية زائدا I 2 برايم، يعني هسه هذه حللناها، طلعت هذه المركبة على الاكس اكسس هنا شنو I 2 في ساين الزاوية، وايضا وياها مركبة الاي نوت في ساين الزاوية، هاي هنا على الاكس اكسس، مجموعهم ينطيني I 1 ساين الزاوية للاي 1. نفس الشيء بالنسبة للجهة هذه كوساين. من عدها طلعنا قيمة التيار الأول، العفو النولود كارنت، وأيضا طلعنا الزاوية. هذه الطريقة الثانية اللي هي نفسها نقدر نحل المثال الأول بنفس الطريقة، وطبعا هي أفضل طريقة لأن أقدر أطلع الزاوية وأيضا أقدر أطلع الباور فاكتور بما أنه طلعت الزاوية، ونقدر نرسم. مثال 9، A single phase transformer takes 10 أمبير on no load at power factor 0.2 of 0.2 lagging. The turns ratio is 4 إلى 1 step down. هنا منطي الترانسفورمر، منطي ال no load current 10 أمبير on no load، ومنطين ال power factor، يعني منطين ال I نوت وأيضا ال power factor كوساين الزاوية ال phi نوت هي 0.2. The turns ratio is 4 إلى 1 step down. Step down ذكرنا إحنا، أما step down إذا كانت عدد لفات البرايمري أكثر من السكندري، يعني هنا الفولتية على البرايمري تكون أكثر بالنسبة للسكندري، هاي step down. الستيب أب تكون رافعة يعني عكس، يكون السكندري أكثر من البرايمري. فهنا عندي N1 إلى N2 هو 4 إلى 1. If the load on the secondary is 200 أمبير at a power factor 0.85 lagging, find منطين السكندري، يعني هنا هسه الترانسفورمر on load
منطيني التيار للسكندري 200 أمبير وأيضا باور فاكتر منطي. Find the primary current and power factor. Neglect the voltage drop in the winding. نهمل الفولتية بين supply والإي ام اف، يقصد هنا نهمل الدروبينج يعني الفرق بيناتهم. زين المطلوب هو شنو؟ البرايمري كرنت الاي 1. الاي 1 شو يساوي؟ ذكرنا الاي 1 يساوي لي نثبتها هو مركبتين، لان عندي هنا اون لود، اذا هو عباره عن مجموع للنو لود كرنت والاي 2 برايم. النو لود عندي الاي نوت منطيها والباور فاكتور. زين ويبقى عندي شنو؟ الاي 2 برايم. منين نطلعها؟ نطلعها نضرب الكي في الاي 2 لان هو منطق قيمة الاي 2 200 امبير. هنا بهذا المثال راح نحله بطريقة الاماجينال والريال، لان هنا شنو احنا اكيد عندنا فيز، فراح ناخذ التيار على شكل ريال لكل قيمة للتيارات سواء سكندري برايمري، ناخذ ريال واماجينري. فبالبداية هسه ناخذ المن الاي نوت، إيش قد قيمة الماجنتيود إلها؟ 10، وبما أنه هي لاج فإذا الفيز إلها ناقص، والزاوية الفاينوت. الزاوية نطلعها كوساين إنفيرس، هذا هنا هذا هو الباور فاكتور للنولود، فأخذ كوساين إنفيرس الـ 0.2 78.5 بالعشرة، هاي الزاوية الألمن للنولود. إذا هسا أخذ الآي نوت جزء الريال، منين أخذه؟ 10 في كوساين الزاوية، 10 في كوساين 0.2، عفوا كوساين 78.5 اللي هو نفس المنطي 0.2، وبعدين أضرب 10 في ساين الزاوية، بما أنه سال ناقص فراح سالب وأضربها في 10 يطلع لي هذه قيمة نو لود كرنت. الآي 2 برايم أضرب K، الكي هنا عند ترانسفورميشن هو 4 إلى 1، يعني الكي شو يساوي لي؟ 1 إلى 4. أضرب 1 على 4 يعني ربع في 200، ها شنو تنطيني قيمة التيار الآي 2 برايم اللي هي 50. فالآي 2 برايم يساوي لي K في آي 2، الكي هي 1 على 4 والآي 2 هي 200، فواحد على 4 في 200 تعطينا 50. الزاوية إلها نفس الزاوية 0.8 كوساين إنفيرس تنطيني 31.8. هنا هسه أخذها للجي يعني ريال وإماجينري، فالآي 2 برايم تعطيني أضرب 50 في كوساين الزاوية تنطيني 42.5 ناقص، لأن هي الزاوية لاق متأخرة، سالب جي، وأضرب 50 في ساين الزاوية تعطيني 26.35. فهنا طلعت الآي 2 هذا قيمتها تعتبر أمبير، وأيضا هذه النو لود كرنت هاي الآي 2 برايم. هسه أريد الآي 1، الآي 1 أجمع الآي 2 برايم ويا الآي نوت، فهنا نجمع جزء الريال ويا الريال يعني 2 زائد 42.5، وأجمع الجزء اللي ما جمع الجي ويا الجي لهذا الجزء. فهنا سهو هنا رتب القيم وبعدين جمعها، ها طلعت 44.5 ناقصا جي 36.15، ها شو تمثل قيمة التيار أو مقدار تيار الآي 1. إذا أريد أطلع ماجنتيود أخذ مربع تحت الجذر، مربع هذه القيمة وهذه القيمة تحت الجذر تطلع لي الآي 1. إذا أريد الفيز أخذ تان إنفيرس أقسم 36.15 على 44، ها طلعت لي الزاوية. الباور فاكتور كوساين الزاوية. زين فهسه هنا هذا هنا الخطأ، كوساين الزاوية ايش راح يساوي لي؟ تان انفيرس اقسم 36.5 على 44.5 تطلع لي الزاوية 39.10، ولاجينج لان هي طبيعي لاجينج لان بالرسم
راح تطلع لك متأخر الآي 1. وكوساين الزاوية هذا يعني كوساين 39.10 هي 0.776. هنا الرسم صحيح هو الرسم بس هنا ما أخذ الرفرنس يعني مجرد بس عاكس المحاور يعني ما أخذ الفي هو صحيح رفرنس بس ما أخذه على الأكس أكسس. فتقدرون ترسمون نفس الرسم على ترجعون الفي على الواي أكسس يعني مو مشكلة هو يطلع نفس الرسم. هاي الفي وهنا الآي 2 متأخر عنها، الآي 1 أيضا متأخر عليها اللي هو محصلة الآي 2 برايم ويا الآي نوت. هاي آي 2 برايم ويا الآي نوت. فهسه هنا هذا الحل بطريقة يعني أخذنا العدد بطريقة أعداد مركبة يعني عدد حقيقي ويمه عدد الجزء اللي بي جي. وأيضا من هاي الطريقة نقدر نطلع الزاوية و أيضا نطلع الماجنتيود للتيار. هنا مثال 10 نفس المثال السابق نصل نفس الفكرة بس يعني نفس الفكرة بس الحل راح يختلف أو مختصر. فأنت تقدرون تحلوه بطريقة مفصلة وبطريقة الجي وأيضا ترسمون رسم وتطلعون الباور فاكتور لأن هو ذاكر يريد الباور فاكتور كالكوليت برايمري كرنت أند باور فاكتور. زين يعني الزاوية تاخذوا لها الكوساين حتى نطلع الباور فاكتور. فهو نفس فكرة المثال السابق ترانسفورمر with winding resistance. هنا بالترانسفورمر بما انه عندي ملف هنا برايمري وسكندري اذا هنا اكو توجد مقاومة سواء للبرايمري اللي هي راح نسميها R1 أو secondary R2. إحنا بالمواضيع السابقة ما أخذناها بنظر الاعتبار هسه هنا راح ندخلها. زين مقاومة الملف هنا يصير بيها dropping يعني تاخذ جزء من الفولتية بالنسبة للبرايمري R1 ويمر بها تيار I1 فI1 R1 هذا dropping للبرايمري وأيضا بالسكندري أيضا يمر بها تيار فيصير بها الفولتج دروب اللي هي I2 R2. اذا فولتية للسكندري ايش راح تكون ال V2 للود تساوي لي ال E2 هنا ال EMF للسكندري ونطرح من عدها ال I2 في ال R2. زين فهنا الفولتية للود اللي هو على السكندري وايندينج يساوي لي ال EMF 2 ناقصا ال I2 R2. زين ال I1 في ال R1 نطرحها منين من ال V1 فال E1 ايش راح تساوي لي اللي هي هنا ال EMF1 تساوي لي الفولتج سبلاي ناقصا ال I1 R1. زين فهنا دخلت بالحساب قيمة المقاومة يعني صار الترانسفورمر ويا المقاومة اللي تكون على الملفات نتيجة طبعا الخسائر فهناك راح تكون ايضا خسائر بالفولتية اللي هي راح نمثلها بالمقاومات. زين الاكوفالنت ريزيستنس الدائره المكافئه للترانسفورمر راح تصير هي هذا شكلها فتكون عباره عن سبلاي و R1 هنا و E1 اللي تكون على الملف ونفس الشيء بالنسبه للسكندري E2 على الملف الثاني I2 R2 والV2 اللي هي على السبلاي. هنا بهذا الشرح ذاكر احنا اذا نريد نسهل الحسابات للدائرتين هسه هنا عندي للملفين العفو للبرايمري والسكندري اما نسوي شيفتنج للمقاومة الثانية ننقلها لدائرة البرايمري او بالعكس ننقل المقاومة البرايمري للثاني. اذا نقلنا مقاومة سكندري R2 ننقلها الى البرايمري راح نقسمها على الكي تربيع. الكي طبعا هي ترانسفورميشن ريشيو نسبة التحويل. اذا نقلنا شنو السكندري الى البرايمري نقول the equivalent secondary resistance as referred to primary يعني هنا راح يصير referred to primary يعني تنقل للبرايمري. فهنا راح يصير عنده مقاومتين بالبرايمري R1 وتنقلها شنو ال R2 مقسومة على الكي تربيع
مربع نسبة التحويل. إذا بالعكس نقلنا مقاومة البرايمري للسكندري راح نضربها في الكي تربيع، صير ريفير تو سكندري. نعم ريفير تو سكندري، فنضرب الكي تربيع مربع نسبة التحويل في الار 1. هسه هنا هاي الاكوفالنس سيركت، هنا بهاي الدائرة نقل المقاومة الثانية لمن؟ للملف البرايمري، فصارت ار 1، وهنا الار 2 برايم نرمز لها يعني المقاومة الجديدة ورا النقل، فالار 2 برايم يساوي لي ار 2 على كي تربيع لان احنا قلنا نقسمها، اثنيناتهم صاروا توالي، فاقدر اطلع الدائرة او المقاومة المكافئة لهم اذا اجمعهم اثنيناتهم، اجمع الار 2 برايم ويا الار 1 ايش تنطيني؟ R not 1 أو R 1 equivalent، هاي هي المقاومة المكافئة. طبعا هنا refer to primary يعني النقل أو shifting صار شنو للprimary. بالعكس إذا سوينا للsecondary فننقل لازم شنو المقاومة ال R 1، إذا ننقلها للsecondary نضربها في ال K تربيع. ال R 2 هي أصل يعني أصل موجودة R 2، وهنا راح تجيها المقاومة من البرايمري مضروبة في الكي تربيع تنطيني R1 برايم. R1 برايم منين أطلع قيمتها؟ كي تربيع في R1، اثنيناتهم توالي ينجمعون حتى ينطوني المقاومة R2 equivalent أو R2 يعني المقاومة المكافئة لمجموع المقاومتين. هاي الدائرة المكافئة، وهنا شنو يعني داخلة بالحسابات المقاومة الملفات. نفس الملاحظات، إذا ننقل من البرايمري للسكندري نضرب في الكي تربيع، وهنا صار equivalent resistance as referred to secondary يعني النقل صار للسكندري. ال R2 إذا أريد ننقلها للبرايمري نقسمها على كي تربيع وصير referred to primary. معادلة راح تصير هيك، يعني نجمعهم لين يصيرون توالي فنجمعهم ينطوني ال R equivalent سواء للسكندري أو للبرايمري، يعني إما ننقل للسكندري أو للبرايمري وحدة من الثنين. هنا على الملاحظات نيات نفسها إعادة نضرب أو نقسم، فقط هنا إذا نريد نشفت الفولتية لأن إحنا أنا عندي بالبرايمري فولتية وأيضا بالسكندري فولتية، الفولتية إذا نريد ننقلها ما ناخذ كي، نبدل كي مو كي تربيع العفو، نستخدم كي فقط اذا فولتيه. هاي بالنسبه للمقاومه. هنا راح ناخذ effect of leakage reactances، ناخذ تاثير الفيض المتسرب أو يعني الضائع. هنا الفيض بين الملفين، هذا هو الفيض الرئيسي اللي هو يكون mutual بين secondary والprimary، المين فلوكس أو نسميه useful flux. بالواقع تكون هناك كمية قليلة راح تكون يصير بها ضياع اللي هو leakage flux، فيض التسربي سواء بالملف الprimary أو السكندري. هذا الفيض ينتج عنه يصير عند او ينتج عنه ضياع بالفولتية. زين فينتج عنه الاندكتيف رياكتانس الاكس 1. فهنا راح نحسب ضمن الملف الاول راح يصير دروبينج للرياكتانس او للممانعة اللي هي الاكس 1 ملف، وبالنسبة للسكندري أيضا راح يصير بي ليكج، فأيضا هنا X2 نعم بهذا الشكل X1 اللي هو نتيجة الفيض اللي ما يستخدم أو ما يكون ميوتشوال ويا السكندري X1، وأيضا X2 للسكندري. احنا هنا ناخذ الترانسفورمر ويا نجي نحسب ندخل المقاومة ويا الرياكتانس يعني الاكس والار.
بما أن صارت عندي رياكتانس وريز ريزيستانس، فهنا ناخذ لهم شنو الامبيدانس. الامبيدانس هي الممانعة المحصلة لهم اثنيناتهم. فالدائرة، شوف شلون راح تصير دائرة ترانسفورمر، هذا راح يصير الار 1 مقاومة البرايمري، ويا الاكس 1 محصلتهم تنطيني الزت 1 الامبيدنس. نفس الشيء بالسكندري، الار 2 والاكس 2 تنطيني محصلة لهم الزت 2. قيمة الزت 2 تنطي الريال الار 1 المقاومة تمثل لي جزء الحقيقي ريال زائد جي اكس 1، و Z2 يساوي لي R2 زائد JX2. هذه هذا السكندري والبرايمري. إذا نريد نطلع الماجنتيود، فتحت الجذر نربع المقاومة ويا الإكس بالنسبة للسكندري والبرايمري. إذا نريد نطلع الإكوفلنت R1 إكوفلنت أو نسميها R نوت 1، يعني نفس الشيء Z، هسه Z أو الـ R نفس الشيء والـ X. فـ Z1 equivalent شو يساوي لي؟ أخذ الـ R1 equivalent، يعني هنا المقاومة منقولة للـ primary زائد JX1 equivalent، ويساوي لي Z1 يعني Z للـ primary، وننقل لها الـ Z2. إذا تنقل للـ primary شو يصير؟ Z2 prime. Z2 برايم هي شنية؟ Z2 مقسومة على كي تربيع، يعني احنا مو هسه قبل شوي سوينا شيفتنج للR المقاومة، اذا من السكندري للبرايمري نقسم على كي تربيع، ونفس الشيء للX اذا نريد نشفتها من السكندري للبرايمري ايضا نقسم على كي تربيع، ونفس الشيء بالنسبة للZ. اذا اريد انقل بالعكس للسكندري، فالZ2 equivalent ايش راح يساوي لي؟ Z2 اللي هي الاصل موجودة الممانعة للسكندري زائد النقلة لها اللي هي Z1 prime، شنو هي؟ مضروبة الكي تربيع في قيمة Z1. نفس الشيء الماجنتيون تحت الجذر تربيع. هاي هنا الدائرة، إذا نقلت الـ R1 ونقلت لها شنو؟ الـ R2 prime اللي هي قسمنا الـ R2 على كي تربيع، وهاي الـ X جمعنا وياها الـ X2 prime، مجموع المقاومات هي R0 أو R0 1، هي نفسها R1 equivalent تنطيني المقاومة المكافئة، وهاي جمعهم تنطيني الاكس نوت او الرياكتانس اكوفلنت، اكوفلنت رياكتانس مجموعهم تنطيني زد اكوفلنت، هاي ريفير تو برايمري. نفس الكلام بالنسبة للسكندري ما عدا نضرب في كي تربيع، يعني من يصير للبرايمري نضرب في كي تربيع. هسه بالمثال يتوضح شوية، منطيني 50 كيلو فولت أمبير، 4400 إلى 220 فولت ترانسفورمر هاز R1، قيمة مقاومة البرايمري منطيها، وقيمة مقاومة السكندري أيضا منطيها. The values of reactances منطيني الـ X1 والـ X2 نفس الشيء للسكندري وبرايمري. Calculate for the transformer equivalent resistance as referred to primary، يريد الإكوفلنت ريزيستنس المقاومة المكافئة refer to primary، يعني هنا شنو يصير؟ الشيفتينج للبرايمري. بالبداية أحتاج كي، لأن إحنا أصلا إذا نريد نشفت إما نقسم على كي تربيع أو نضرب في كي تربيع، فإذا نحتاج الكي، هو منطيني V1 إلى V2، أقسم V2 إلى V1 تنطيني الكي، كي يساوي لي 220 على 4400 واحد على 20، هاي الكي. إذا أريد أطلع equivalent resistance as referred to primary يعني R not 1 يساوي R1، لأن راح أنقل أنا للبرايمري، فأجيب المقاومة اللي هي موجودة أصلا R للبرايمري، مقاومة البرايمري، وأجمع حوية شنو؟
الـ R2 مقسومة على كي تربيع اللي هي تمثل لي R2 برايم. هنا 3 و45 هاي مقاومتي الأولى، المقاومة الأولى. المقاومة الثانية أقسمها على كي تربيع، 1/20 تربيع، تنطيني الـ R not equivalent اللي هي شنية equivalent resistance as referred to primary. المطلب الثاني يريد الـ equivalent resistance referred to secondary. فهنا الـ R2 equivalent تساوي لي الـ R2 راح هي تبقى نفسها قيمتها، فقط نضرب الـ R1 في الكي تربيع، لأن راح شنو يصير النقل ريفير تو سكندري، إذا نضرب في كي تربيع الـ R1 في كي تربيع تطلع قيمة هنا الـ equivalent resistance ريفير تو سكندري. ثالث مطلب equivalent reactance as refer to both primary and secondary. نفس الشيء، إذا أريد أنقل الرياكتنس من السكندري للبرايمري نقسم على كي تربيع، فأجمع الـ X1 أجمع وياها X2 مقسومة على كي تربيع، هاي refer to primary، وإذا refer to secondary آخذ الـ X2 أجمع وياها الـ X1 برايم. الـ X1 برايم هي أضرب K تربيع في X1. أقدر أيضا أطلع، بما أن أنا طلعت الـ 1 equivalent، إذا أريد أطلع الـ X2 equivalent أقسم العفو أضرب الـ 1 equivalent في K تربيع، نفس القيمة تطلع، لأن أنا عندي الـ 1 equivalent، فإذا أضربها في K تربيع راح تشفت للسكندري. هاي يعني طريقة ثانية. المطلب اللي بعده equivalent impedance as referred to both primary and secondary. الـ impedance الـ Z equivalent إذا الـ equivalent، إذا راح آخذ قيم الـ equivalent للمقاومة وللـ X، فآخذ قيمة الـ R1 equivalent هاي referred to primary هسه جاي نحكي، وآخذ مربع قيمة الـ X1 equivalent. إذا refer to secondary آخذ نفس المقاومات لكن شنو refer to primary، قصدي نفس القانون بس شنو refer to primary، فآخذ R2 equivalent أربع القيمة تحت الجذر، ونفس الشيء الـ X2 equivalent. هتطلع لي الـ Z refer to secondary. نفس الشيء أنا عندي Z1 equivalent، إذا أريد أطلع Z2 equivalent أضربها في K تربيع حتى تشفت أو تنقل إلى secondary. المطلب الأخير total copper losses first using individual resistance of the two windings on secondary using equivalent resistances as referred to each side. هنا يريد التوتال كوبر لوسز، احنا ليش اللوسز وين تصير بالمقاومة، لذلك احنا دخلنا المقاومة بالحسابات، هي عبارة عن شنو الكوبر لوسز. فهنا يريد التوتال لوسز سواء للسكندري او البرايمري. فهنا طريقتين، انا طبعا اذا اللوسز هي شنو تجيني مربع التيار في المقاومة، فهنا يحتاج أطلع التيار للسكندري أو للبرايمري. منطيني بداية السؤال هو 50 كيلو فولت أمبير، هنا 50 هي شنية قيمة الفولتية في التيار، طبعا ما محدد إيش قد قيمة الفولتية والتيار سواء للسكندري أو للبرايمري. فهنا الـ I1 أنا عندي فولتيات السكندري والبرايمري 4400 هي للسكندري و220 للبرايمري، هذا البرايمري وهذا السكندري. فإذا أريد أطلع الـ I1 أقسم الفولتية في الأمبير على الفولتية حتى ينطيني الأمبير، فإذا الـ I1 أقسمها على الفولتية الأولى حتى أطلع تيار للبرايمري. assuming 100% efficiency، هنا الكفاءة 100% يعني الكيلو فولت أمبير للأوتبوت هي نفسها الأنبوت، لأن إحنا بالمحولة إذا يصير مثلا هنا هي خافضة أو رافعة ايش راح تعتبر هنا
V2 إلى V1 يعني الفولتية الثانية أقل من الفولتية الأولى، إذن هي step down خافضة. فهنا إذا تخفض الفولتية بالمقابل راح تزيد التيار، والعكس صحيح، إذا تزيد الفولتية تخفض التيار حتى تحافظ على الكيلو فولت أمبير مساوي 50. فهنا نقسم 50 على الفولتية الأولى ينطيني التيار الأول، ونقسم الكيلو فولت أمبير على الفولتية الثانية، نعم 220 مو خطأ، شينطيني التيار الثاني. فهنا إذا أريد أطلع اللوسز I1 تربيع في R1 التوتال لوسز زائدا I2 مربع التيار الثاني في مقاومة ثانية، لأن أنا أطلع التوتال للسكندري والبرايمري تطلع 910. أنا بالحسابات مطلعين الR equivalent، فإذا الR equivalent referred to secondary primary يعني R not 1 أضربها في مربع التيار البرايمري تنطيني total resistance، العفو total cover أو total cover losses بالضبط. وإذا أضربها بالمقاومة الثانية لكن أضربها بالتيار أيضا الثاني، يعني أضرب التيار الثاني في المقاومة الثانية، المقاومة المكافئة الثانية أيضا.